سير وسير سير يا سير وسير سير واحنا معاك للتحرير من ناشد الرئيس أبو مازن والهيئة الدبلوماسية الفلسطينية على مستوى العالم، بالرغم أنه ما في تقصير كثير إلا أنه من ناشدهم كمان مرة بداية هذا العام أن يكون هناك جهود حثيثة ضاغطة عالميا باتجاه تفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي وفي المحاكم الجنائية الدولية، وعلى الاعتراف بالحد الأدنى بالأسرى الفلسطينية كأسرى حرب، لأن الممارسات المستمرة القمعية العنجهية من قبل إدارة السجون على أبناء شعبنا الفلسطيني من أسرى الحرية في سجون الاحتلال شيء لا يطاق ولا يصدق. هناك أحاديث كثيرة بدون ما نرويها، لكن هناك أحاديث كثيرة بتشير إلى أن هناك في خطورة على حياة أبنائنا الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء الأسيرات والمرضى الموجودين في ما بما يسمى مستشفى الرملة، وبالحقيقة هو مش مستشفى، مجرد معبار. وهناك الظلم يقع مزدوج، ظلم من قبل السجان ومن قبل بما يسمى الأطباء، وهي المشكلة إنه أطيب مفترض يكون هناك مسألة إنسانية يتعامل فيها مع الإنسان الفلسطيني كأسير، إلا إنه بيمارس دور السجان، وهذه مشكلة أطامة. ومن هون إحنا من ناشد كل إنسان عنده ضمير ووطني ومتمسك بأرضه وبشعبه وبقضية أبناء شعبه مما فيها قضية الأسرى أن يتواجد بالحد الأدنى ولو لمرة في اعتصام أمام الصليب الأحمر. وبالدرجة الأولى بناشد هون الأسرى المحررين اللي بإمكانهم أن يتواصلوا مع قضية الأسرى، وبنفس الوقت أهل الأسرى بمن يستطيع أن يحضر. وشكرا لكم. كيف اعتصاماتنا يجب أن يكون لها صدى، يجب أن يكون لها هناك مردودات على أسرانا. هناك أسرانا عندما ينظرون لوحدهم في السجون والعدو الصهيوني يحاول أن يوصل لهم أنكم أنتم وحدكم وأنكم أنتم هنا، لا أحدا يصلكم ولا أحدا لكم في هذا الميدان، نقول لهذا العدو ويجب أن يسمع أصواتنا أن أسرانا ليست وحدهم بالميدان، أننا كل شعبنا كل أحرار العالم خلف أسرانا، خلف هؤلاء المناضلين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية فلسطين.